ده صنيعة السياسة ولا اضطراب السياسة هو نتيجة الأزمة الاقتصادية؟ حضرتك بتقولي وكأنه تغير ثلاث رؤساء وزراء ما بين جونسون إلى ليز إلى الرئيس الوزراء ريشي اللي سوناك. احنا قصاد ثلاث وزراء تقريبا في عدة شهور، هل ده اللي ودى إلى أزمة اقتصادية ولا الأزمة الاقتصادية هي اللي أدت إلى توتر سياسي والبحث عن حل من خلال وجوه أخرى؟ هو المجتمع البريطاني بيمر بمرحلة صعبة وعسيرة ومركبة ومعقدة في نفس الوقت. الأزمة الاقتصادية اللي موجودة فيها المملكة المتحدة في الوقت الحالي ليها أسبابها، الأسباب وعوامل تعود إلى الوقت الحالي، لكن هناك أيضا عوامل تعود إلى سنوات الثمانينات من القرن الماضي. الاقتصاد كما أشير دائما علم مركب ومعقد وخادع، يخدع كثير من الجماهير. ربما بعض القرارات الاقتصادية المتخذة في لحظة ما تحظى بقبول وتشجيع شديد من الجمهور، ولكن بعد سنوات نكتشف أنها كانت تمثل كارثة اقتصادية بكل المعايير. على سبيل المثال نتكلم حوالين أول عوامل الحالية التي أدت إلى هذه الأزمة الاقتصادية ومن ثم حالة الارتباك السياسي المرافقة لها. بريطانيا حتى الآن هي الدولة الأسوأ فيما يتعلق بالشفاء من جائحة كورونا اقتصاديا. الاقتصاد البريطاني في 2022 في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها لا يزال حجمه أقل مما كان في 2019، بينما ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وإيطاليا من الدول التي تضررت بشدة من كورونا صحيح. بالذات الشمال الإيطالي، استعادت توازنها. طب إذا كانت جائحة كورونا أثرت على الجميع، فلماذا الاقتصاد البريطاني يكون هو الأسوأ؟ البعض يرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة، لكن الخصوم يردوا بأنه أسعار الطاقة، أن بريطانيا لا تعتمد على الغاز الروسي كدولة مثل ألمانيا. على سبيل المثال بريطانيا بتعتمد على حوالي 3 ل 4 أو 5% بحد أقصى على الاقتصاد على الغاز الروسي. لكن اللي حصل ان بريطانيا ككل، الاقتصاد البريطاني بقى ككل بيعتمد حوالي 50% من احتياجاته من الغاز بتاتي من الخارج، فارتفاع اسعار الغاز في على المستوى العالمي ادى الى زياده فاتوره الغاز في فاتوره الكهرباء في بريطانيا. ده عمل ارتباك ومشاكل كثيره تتمثل في شقين. الشق الاول ان الحكومه البريطانيه بقى عليها انها تدفع فروقات فواتير الغاز بحوالي 100 مليار جنيه استرليني. ده رقم مخيف جدا. بريطانيا دفعت خلال جائحة كورونا واستمرت 18 شهر تدفع للناس رواتب وهم قاعدين، لرجال الاعمال الصغيرين واصحاب المحال التجارية الصغيرة وهم قاعدين في البيوت، اجمالي اللي دفعته خلال 18 شهر كان 70 مليار بس، دلوقتي هي بتدفع فرق 100 مليار. ال 100 مليار دي بريطانيا قررت انها بتدفعه هترفع للمواطن عن برضه؟ كل،